من المواقف على الامير سلطان الله يرحمه، يعني ويمكن موقف يستحق فعلا الذكر، انه الله يرحمه في احد اللقاءات كنت اترجم له، فجاء القهوجي صاحب القهوه معه الشاهي، وكان في ضيف كبير، فكان الامير سلطان هنا والضيف الكبير هنا وانا بينهم، وجاء القهوجي معه بيالات الشاهي، فما ادري ايش اللي اذا تعثر وطاح، يعني سقطت الصينيه، وانكب الشاي على، كان في وقت الشتاء، فانكب الشاي على ثوب الامير الله يرحمه وعلى المشلح على البشت. فانا الحقيقه نزل قلبي هنا، والموجودين يعني والحرس وكذا، الامير سلطان لم يتحرك، اقسم بالله انا كنت حاضر وشاهد، لم يتحرك، ابتسم، قال جيبوا لنا شاهي ثاني، مع انه كان فيه بقعه في الثوب والمشلح، قال جيبوا لنا شاهي ثاني، لم يقل كلمه للقهوجي اللي ارتكبها الخطا. فانا لما انتهى اللقاء وانا اشوف البشت انكب عليه الشاهي، كنت ابغى اعرف يعني ما الذي حصل للمسكين ذا، لانه فعلا كان واضح انه، بعدين لما سالت قيل لي انه الامير لم يسال عن الموضوع، بل انه ربما لو سالناه لقال لا احد يقول له شيء، فهو جبل على السماحه، اقول من تجربه، جبل على السماحه، جبل على السماحه، وجبل على الكرم، وجبل على الخلق. وبالمناسبه عندما تترجم له تشعر براحه، حتى لو جلست 3 4 ساعات.